أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طيارة. والنهاردة هنتوقع القرعة بتاع الدور الستاشر لدوري أبطال أوروبا بالصلاة على النبي. وقبل أي حاجة صلي على النبي، القرعة اللي أنا بتوقعها دي مش مبنية على أي حاجة، قرعة مش مبنية فعلا على أي حاجة، هي بطيخ بطيخ. فأنا هطلع أقولها صابت صابت خابت خابت، بس أنا أتوقع بخبرتي يعني إن هي هتجيب 90% بإذن الله من توقعات دور الستاشر، والقرعة هي اللي هتبين. دور الستاشر السنة دي مقدم لنا 16 فريق، طبعا يعني أنا بقولش جديد، ولكن هيقدم لنا 8 مطوشة السنة دي ضرب نار. الفرق اللي اتأهلت طبعا فيها مفاجآت كتير، ما عدا بعض المجموعات المتأهلة من قبل ما تلعب، زي مجموعة بايرن ميونخ. أكيد طائع، أكيد أتلتيكو بايرن مش محتاجة، لأن بايرن قوة ضاربة. فكل الكلام دون هتسمعه معانا في الحلقة الجميلة دي، ويلا بينا. اهلا بكم مرة تانية. 16 فريق هيتنازعوا ويتصارعوا، ومنهم هيطلع بطل دوري ابطال لسنة 2021 باذن الله. وقبل ما نبدأ، هو بايرن ميونخ بطل البطولة، بس هو ايه يعني شكليات؟ دي حاجة كده يا جماعة، ده بايرن ميونخ يعني السنة دي والسنة اللي قلة ادب حضرتك. فيلا بينا نقولهم كالاتي. طبعا بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد، ريال مدريد وبروسيا مونشلبخ، ليفربول واتلانتا، باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، تشيلسي واشبيليه، ريد بول لايبزيج، وعندك التاني بورتو وباريس، وعندك برضو مانشستر سيتي، وعندك برضو لاتسيو. 16 فريق بالصلاه على النبي هيقلوا ادبهم على بعض. لكن نمسك اهم فريقين بالنسبه لنا هم اكتر مشجعين، هم فريقين ريال مدريد وبرشلونه. عندك القرعه هتوقع ريال مدريد مع واحد من الاربعه دول، بورتو وريد بول ولاتسيو، وعندك الاخير اتلانتا. واحد من الاربعه دول هياخدهم ريال مدريد. وعندك برشلونه هيقابل السته الكبار بالصلاه على النبي بعد ما طلع تاني. بايرن ده دليله كبيره قوي سعادتك، بايرن او تشيلسي او دورتموند او سيتي او ليفربول او باريس سان جيرمان وما ادراك ما نيمار ومبابي. فحاجه حضرتك قله ادب هيقابلها برشلونه. واللي انا بتوقعه بخصوص ريال مدريد ان ريال مدريد هياخد ريد بول لايبزيج، وايه وكفى الله المؤمنين شر القتال. وبرشلونه هياخد اسهلهم اللي هو مين حضرتك؟ ايوه قلتها، مانشستر سيتي. لازم ياخد مانشستر سيتي لان حضرتك بقيت الفرق قلت الادب. برضه ما ينفعش يقابل دورتموند لاسباب كتيره جدا، دورتموند المان وابعد عن الالمان ياتيك الامان. والماتش اللي بعد كده توقعه اتلتيكو هياخد تشيلسي في قمه دور الستاشر باذن الله، ويوفنتوس هياخد اشبيليه، وباريس هياخد بروسيا مونشلادباخ، وليفربول هياخد بورتو، معروفه سهله وبسيطه عشان ياخدوا حقهم، ودورتموند هيقابل اتلانتا، حاجه سهله وبسيطه، هجومين فتاك، هنشوف ماتش عنا باللوز اللوز. وبس كده يا سيدي، دي كانت توقعات دور ال 16. وخلي بالكم التوقعات دي، عشان التوقعات دي بنسبه 90% باذن الله حادثه، وهذا من فضل ربي. وطبعا ما ننساش دي رساله مهمه للجميع، ما ننساش ابننا النني المتالق في مدافع ارسنال. الفريق كله عاها ما عدا المعلم النني. يعني قلنا اخر حلقه شكرنا في صلاح وانجازات صلاح وحلويات صلاح. امبارح في دوري اليوروبا ليج النني شاط قذيفه على بعد 700 متر حضرتك، شاط كوره يا جدع، شاط كوره روبرتو كارلوس ما شاطهاش، شاط كوره من كور بيرلو، شاط كوره من كور بيكام، حاجه عظمه الكوره. انا اتمزجت بالجون يا ابني، الله يبارك لك يا ابني، يا ابني انت ما قاعد شكا، ما عارفين يعني ايه مقعد شكا، مقعد تشاكا وداني سيبايوس، عايز اكتر من كده؟ دي حاجه عظمه، حاجه بنت ناس. اي نعم اليوروبا ليج لسه برضو بيسخن، دور 32 لسه على الابواب، ولكن ايه، ايوه اقولها، ابننا النني هيدغدغ السنه دي في دوري اليوروبا ليج باذن الله وهيرفعها، وهذا توقع حادث باذن الله. وبس كده يا سيدي، ده كل اللي انا كنت عايز اقوله في حلقه سريعه كده بالصلاه على النبي. ليه؟ لتوقعات دور الستاشر، ونتقابل بإذن الله بعد يوم الاثنين، وأفكركم إن توقعاتي هي الصح. وفي النهاية كان معكم كريم عوض من برنامج طيارة. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، وتفعل الجرس حضرتك، وتعمل فولو على الانستجرام، وتعمل ريتويت على تويتر. و
وقد اعذر من انذر. وتعمل لي شير على فيسبوك يا عم الحاج عشان احبك. بس كده، سلام.